لو انا واقف في المرمى ده والكوره جايه لي الناحيه دي واخد خطوه كده وحاولت ارجع هناك، الموضوع انتهى تماما. ده اللي حصل مع كيب أريزابالاجا النهارده في التصويبه بتاع كيفن دي بروين. كيب راح خد خطوه كده، عقبال ما رجع هناك كان على الله السلام والكوره دخلت والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مانشستر سيتي بيقدر ان هو يكسب تشيلسي 1-0 وبيقترب خطوه كبيره جدا من التتويج بالدوري الانجليزي. الكلام ده بدري طبعا، الكلام ده بدري جدا، واللي كان بيتكلم على ان ده نهائي الدوري اعتقد ان الموضوع في انجلترا صعب جدا انك تقعد تتكلم على حسم اللقب من الجوله 22، لسه بدري جدا. احترمنا كله لتشيلسي، احترمنا كله ليفربول، الدنيا بالنسبه للدوري لسه ما خلصتش خالص. النهارده مانشستر سيتي وبيب جوارديولا احنا على موعد مع مباراه كبيره، صح؟ يبقى في فلسفه جديده، احنا جايين نتفلسف يا باشا. يعني الصلاه على النبي كده، احنا جاك جريليتش معانا ورحيم ستيرلينج معانا، رحيم ستيرلينج هيلعب على الطرف اليمين، رحيم هيلعب على الطرف اليمين ليه يا عم بيب؟ عشان خاطر يوقف ماركوس الونسو، لان نقطه قوه تشيلسي الفتره الاخيره او اخر 10 ماتشات هي الاثنين الاظهره، ريس جيمس وماركوس الونسو او بن شيرويل. غياب ريس جيمس بيخلي تشيلسي يلعب بفرده واحده جوه الملعب الا وهي الناحيه الشمال، يعني تشيلسي بيلعب مكسور الجناح في وجود أسبليكويتا الناحيه اليمين، فبيعتمد على بوليسيتش في الهجمات من ناحيه اليمين، انما في ناحيه الشمال بيعتمد على ماركوس الونسو انه بيكون محرك اساسي للعب. فانت حاطط له رحيم ستيرلينج وبتلعب 4-2-3-1. سيتي كان بيلعب 4-2-3-1 النهارده، مش 4-3-3، 4-2-3-1. رودري وبرناردو سيلفا كان بيلعب مركز 8، كان بيلعب ديفندر في نص الملعب، كيفن دي بروين كان بيلعب صانع العاب. بس كيفن دي بروين تحركاته من اليمين للشمال كان بيخليك تتزاول، تحس ان هو بيلعب 4-3-3، بس لا، كيفن دي بروين كان عنده حريه حركه. رحيم ناحيه اليمين وجاك جريليتش ناحيه الشمال، وجاك جريليتش يعني ممكن نقول كده ان هو يعني عادي مش هنتكلم عليه خالص. في فودن وجاك جريليتش، يمكن دي الحسنه الوحيده اللي جاك جريليتش كان بيعملها، ان جاك جريليتش كان بيحاول يضغط على لعيبه تشيلسي ومعاهم الكوره، ودي كانت نقطه قوه مانشستر سيتي النهارده جوه الملعب، واتكلمنا عليها كتير قبل كده، ان مع وجود في الفودن ومع وجود برناردو سيلفا في نص الملعب وكيفن دي بروين، فاحنا بنلاقي منظومه مانشستر سيتي قادره ان هي تسترجع الكوره بسرعه، ومنظومه مانشستر سيتي بتكون قويه جدا في استخلاص الكوره من المنافس، ودي حاجه بتكون ميزه كبيره جدا لما بتحاول انك تلعب ضد فرقه كبيره دايما تخليها استحواذها على الكوره بيكون قليل، وده فعلا اللي كان بيحصل. اول ما لعيبه تشيلسي كانوا بيستلموا الكوره كنت بتلاقي في ضغط عالي، كيب عنده مشاكل في اللعب برجليه، روديجر مش مثالي في بناء الهجمه من تحت، تياجو سيلفا هو الوحيد فيهم اللي عنده ثقه وبيطلع الكوره، صار كان عامل مباراه كويسه بس برده مش نوعيه المدافعين اللي بيطلعوا الكره من رجليهم. فمانشستر سيتي لما كانوا بيعملوا ضغط عالي عليهم كان بيبان ان لعيبه تشيلسي عندها مشاكل، لان تشيلسي اللي انا شفته النهارده كان تشيلسي في توتر كبير جدا، تشيلسي توماس توخل كان متوتر، اللعيبه كانوا متوتره، مفترض ان تشيلسي كان ينزل يهاجم زي ما توخل ما كان بيقول، ده احنا بنلعب لك بفيل فودن وبنلعب لك برحيم ستيرلينج وبنلعب لك كمان بجاك جريليتش عشان خاطر نستغل الهجمات المرتده، تقوم انت تعمل عليا ماتش زون وتلعب 5-4-1، ده ايه الافتراء ده؟ لا والزون ايه؟ يعني مفترض ان هو تشيلسي كل اعتماده ان اول ما الكوره ما بتتقطع حكيم زياش بيجي مطير لوكاكو على طول، يعني حكيم زياش بياخد يجي مطير لوكاكو. وحته برضو التشكيله بتاع بيب جوارديولا لما لقينا ان روبن دياز مش موجود، اللي هو روبن دياز ازاي يعني؟ انت عايز تثبت للانجلترا كلها ان انت منظومه وان انت ما عندكش افراد وان انا مش فان دايك لما غاب عندي، لا انا هلعب من غير روبن دياز ماتش تشيلسي، بس دي الفشخره الزياده دي كنا هنلبسها. يعني في لقطه في الشوط الاول البصل الوحيده اللي اتلعبت على خط دفاع مانشستر سيتي لقينا ان لابورت وقع وسابوا الكره لوكاكو، لوكاكو راح بيها بصل حكيم زياش اللي كان اوفسايد، اللي هو لوكاكو لو اتصرف فيها صح كان الدنيا بالنسبه للسيتي بقتش تمام، كان 1-0 كان السيتي هيعاني ان هو يرجع في المباراه. فحته ان انت بديت بلابورت وبجون ستونز دي فيها مشاكل، لان انت بتحاول تثبت ان انا منظومه، بس لو ما تمش اثبات ان انت منظومه هيتحط عليك جامد من الاعلام الانجليزي. فانت عندك مشاكل كتير في حته الفلسفه الزياده في الماتشات الكبيره، بس فلسفتك النهارده كانت ناجحه لان انت كنت بتلعب نسخه مهلهله من فرقه مفترض ان هي منافسه على الدوري وهي تشيلسي. تشيلسي اللي كنت ممكن تشوف ان انفعالات توماس توخل المبالغ فيها على الخط كانت بتقول ان في خوف غير طبيعي من خساره المباراه النهارده، الخساره النهارده معناها ان انت تبعد عن السيتي ب 12-13 نقطه، فالدنيا بالنسبه لك هتكون صعب انك ترجع، بس الصعبه بالنسبه لتوماس توخل هي المشاكل اللي موجوده في تشيلسي، المشاكل اللي واضح جدا ان توخل مش قادر يتعامل معاها، موضوع الاصابات، موضوع لوكاكو، موضوع الاصابات تاني، موضوع ان انت في ال 4-3-2-1 الناس كلها بدات تحفظ مراكز قوتك، فبدا يكون ان انت عندك مشكله. كوفاتيتش وكانتي النهارده
ما كانوش جيدين قوي. كوفاتيتش عمل ميس باس كتير جدا النهارده بطريقه غير طبيعيه. مش ده كوفاتيتش اللي انا اعرفه خالص، ولا ده لعيب زي بوليسيتش. بوليسيتش ما ينفعش تحط له ادوار دفاعيه، بوليسيتش مش بتاع ادوار دفاعيه. بوليسيتش كنا بنتكلم عليه السنه اللي فاتت ان نقطه قوته الواحد على واحد، نقطه قوته وهو معاه الكوره. انما بوليسيتش وحكيم زياش بيرجعوا يعملوا ادوار دفاعيه علشان تقلبها ل 5 4 1 في الحاله الدفاعيه، الموضوع بالنسبه لك بيكون مبالغ فيه قوي. اللي هو انت بتحترم سيتي اه، بس مش للدرجه دي يعني. يعني انت بتحترم مانشستر سيتي اه، بنلاقي ماركوس الونسو بيرجع من هنا، وبنلاقي الناحيه الثانيه اسبل كنت بيرجع من هنا، وعندك روديجر وعندك تياجو وعندك سار، خمسه في الحاله الدفاعيه. لما بيرجع لهم بوليسيتش من ناحيه اليمين بيكون موجود كانتي، بيكون موجود كوفاتيتش، بيكون موجود الناحيه دي حكيم زياش، قلبتها 5 4 1 في الحاله الدفاعيه. فانت اول ما تقطع الكوره مفترض انك هتجري لوكاكو، بس هل لوكاكو هو بروفايل المهاجم اللي اشتغل بيه الشغل ده؟ الشوط الثاني لقينا ان الدنيا بالنسبه لتشيلسي بدات تكون خطره. ليه؟ لان خط دفاع السيتي بدا يظهر في عدم وجود روبن دياس. الكره على طول اتلعبت من ورا رابورت، راح بيها لوكاكو انفراد، ايدرسون بيقدر يصد لها. علشان خاطر نقعد نتفرج على مباراه منتظرين فيها تغييرات بيب جوارديولا، بس بيب جوارديولا الماتشات الاخيره معودنا ان هو بيلعب للعيبه لحد ده 90 حرفيا. فبيب جوارديولا يعني عادي ممكن يكمل ماتش من غير تغييرات الفتره الحاليه، اللي هو دي تيمه جديده بالنسبه لبيب. ممكن يكمل ماتشات من غير تغيير، اللي هو بيب جاك مش شايف قدامه، شاك ضيع كوره ما ضيع الشوط الاول، ومع ذلك انت سايبه بيعق. رحيم ستيرلينج اهو على الاقل تعب ماركوس الونسو، بس جاك جليتش عامل ايه؟ مش عامل اي حاجه. في الفودن نوت كوتو في ان هو بيحاول يستخلصك الكره بسرعه وخطير جدا على المرمى، وبيحاول يغلط كبه، بس مفيش كده فرص متاحه للتسجيل لينا، لحد ما لقينا كيفن دي بروين شرخ بواحده وشاط وسجل. احنا شرحناها لك في البدايه، يعني الكره ما كانتش صعبه وتطلع، بس الحمد لله رب العالمين الكره دخلت وقدرنا ان احنا نسجل الهدف الاول. معنى ان سجلت الهدف الاول ان تشيلسي هيكون مطالب ان هو يعمل واجبات هجوميه، وقبل الواجبات الهجوميه لتشيلسي كان مطالب ان هو يعملها، لان توماس توخيل نزل تغييرتين، كالوم هوتسون اودوي وتيمو فيرنر، ولقينا ان تيمو فيرنر وكالوم هوتسون اودوي ما كانش ليهم اي اضافات هجوميه، لان عقبال ما تشيلسي ما دخل الجيم سيتي رجع راس الفرقه قدام منطقه الجزاء، ولقينا ان سيتي عمل جيم دفاعي كويس، ولقينا ان سيتي بيحاول يعتمد على المرتدات، بس خلاص اللعيبه كانوا بدنيا ارهقوا وبدنيا انتهوا تماما. فمفترض ان بيب يتدخل، فبيب فعلا اول تدخل ليه قرر ان هو يطلع كيفن دي بروين اللي كان خلاص، يعني كيفن طلع بره المباراه خالص، وكيفن كان تعب جدا، وراح منزل كان جندوجان مكانه في الدقيقه 85، وفي الدقيقه 88 بيب جوارديولا راح منزل جابريل جيسوس مكان في الفودن. اتعشت على تغييرين حلوين، كفايه تغييرين، بس تغييرين دول كانوا كافيين ان انت تقدر تحافظ على منظومتك الدفاعيه، وتحافظ كمان على فكره الهجمات المرتده اللي انت مرشح ليها انك تلعب مباراه بتعتمد على المرتدات بعد الهدف الاول. السيد توماس توخيل كان باني فكرته ان تشيلسي ان مانشستر سيتي عندها مشكله في فكره الجري من غير كوره، فهو كان راصص الفرقه قدام الجون، وكان عامل اعتبار ان السيتي كده كده ما حدش بيجري فيهم من غير كوره. دي فرقه بتحاول تستلم من رجل لرجل، وبتحاول ان هي تخلق خلخله في دفاع المنافس، انما طول ما المنافس واقف صح المنافس هيقدر ان هو يطلع بالجيب. توماس توخيل ما عملش حساب ان في اخطاء ممكن تتعمل من حارس مرمى في تحرك غلط يلبسك المباراه، وقد كان المباراه من غير تسويبه كيفن دي بروين تطلع 0-0 عادي جدا، بالعكس ده ممكن تطلع 1-0 ليه تشيلسي. بس هي الكوره كده اجزاء وجزئيات صغيره بتطلعها خسران مباراه، وبتطلعك الاعلامي يشلف فيك، والاجزاء دي لو ما كانتش حصلت الاعلام كان هيطلع يطبل ليك ويقول ان المدير الفني الناحيه الثانيه هو اللي غلط وعك وكسر الدنيا في موضوع التشكيل، واستبعد واحد من اهم المدافعين في العالم وحطه على الدكه وهو روبن دياز. بس هي الكوره كده تسويبه بالله، كيفن دي بروين كان بيلعبها عشان خاطر خلاص يعني مش هباصل ده ولا هباصل ده، وراحت خلاص الحمد لله. روزي قات على كده، والثلاث نقط معانا صغار المدينه اه، بس كبار انجلترا يا باشا. معلش يعني غياب الرياض فرق معانا، فرق جدا معانا، كنا بنتكلم فيها امبارح، وكنا بنقول ان احنا لما نلعب ضد فرق زي تشيلسي برحيم هنا وبجاك ريتش هنا ان احنا الاطراف بتوعنا ضايعين، بس الحمد لله رب العالمين قدرنا نجيبها بالتصويب. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فبراحتك، ابرو هذا رايك ويحترم.